شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية الذي يعقد لأول مرة في مملكة البحرين والمنطقة. نعم، وذلك برئاسة معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك رئيس مجلس المنظمة وبحضور سعادة السيد كونيو ميكوريا الأمين العام للمنظمة. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أرحب بكم جميعا في مملكة البحرين والتي أكسبتها طبيعتها الخليجية انفتاحا على العالم وخبرة وثقافة العمل الجمركي وإدراك أهمية واستيعاب هذا المفهوم. ويسعدني أن أكون بينكم اليوم حيث أجد نفسي في بيئة قريبة مني، إذ بدأت حياتي الوظيفية بالعمل في إدارة جمارك البحرين، وكانت لدي الفرصة المناسبة للتعرف عن قرب على المجتمع الجمركي من مؤسسات وأفراد والاطلاع على أهمية دور الجمارك بشكل عام. ولا شك إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من الحرص على تعزيز الأمن الاقتصادي والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وما قدمته من مبادرات متطورة وحديثة أسهمت بشكل فعال في تعافي سلسلة التوريد المستدام وتحقيق المرونة اللازمة بعد الجائحة الصحية التي ألمت بالبشرية والتي انعكست آثارها سلباً على الاقتصاد العالمي. ولكن يبقى للجمارك دورها الذي يمكنها من المساهمة في إزالة المعوقات في حالة الأزمات الدولية، ويطيب لي في مستهل هذا الاجتماع الإشادة بما تقدمونه من جهود في إطار تعزيز الأمن العالمي ودوركم الفاعل في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مؤكداً على دور المنظمة في تطوير منظومة التعاون الدولي، حيث يتميز عملها بالاستدامة المهنية وتطوير معايير العمل الجمركي وفق أحدث الأنظمة والتقنيات في هذا الشأن. الحضور الكريم، لا يخفى عليكم فإن الجمارك تمثل أحد أهم خطوطنا الفاعلة في الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية في مملكة البحرين، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في حماية الحدود وتطوير القدرات الجمركية وتيسير حركة السفر والتجارة وحماية المجتمع، وهذا بفضل ما نحظى به من توجيهات ودعم لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل أن تقوم الجمارك بمسؤولياتها على أكمل وجه، وليكون لمملكة البحرين دورا فاعل في المنظمات الدولية. الأمر الذي أكسب جمارك البحرين ما كانت متميزة، توجت بفوز معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك بالثقة الدولية وتوليه رئاسة مجلس هذه المنظمة الموقرة. مرة أخرى أجدد الترحيب بكم في مملكة البحرين مع صادق تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد وتحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع. شكرا.
هذا وكان معالي رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية قد افتتح اجتماع لجنة السياسات العامة بكلمة رحب في مستهلها بالمجتمعين، موضحا أن تاريخ العمل الجمركي في مملكة البحرين وحسب الوثائق التاريخية وبشكله المنظم يمتد منذ عام 1860 ميلادية، مضيفا أنه في عام 1937 تم افتتاح أول مبنى رسمي للجمارك. وأضاف أن العمل الجمركي توالى بالتطوير عبر السنوات الماضية إلى أن جاء عام 2001 الذي شهد انضمام مملكة البحرين إلى منظمة الجمارك العالمية وكجزء من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أسس التطوير والإصلاح والعلامة الفارقة في تاريخ البحرين الحديث لتصبح البحرين عضوا فاعلا وجزءا من العائلة الجمركية الدولية. من جهته أعرب سعادة السيد كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية عن شكره لمملكة البحرين ودورها في مجال تيسير التجارة، معبرا عن تقديره لجهود ودور معالي وزير الداخلية ورعايته الاجتماع ودعمه عمل المنظمة. وأوضح أن المهنية أمر محوري ومفصلي، فنحن في عالم يواجه تذبذبا في السياسات، لذلك نحن بحاجة إلى توحيد الجهود والأولوية للعمل الجماعي والتركيز على القضايا الجمركية المهمة، لافتا إلى مواصلة المنظمة والعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية. ويبحث اجتماع لجنة السياسات العامة عددا من المستجدات بشأن تنسيق برامج عمل منظمة الجمارك العالمية ودراسة الجدوى حول المنصة العالمية لتبادل بيانات الجمارك والخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2022-2025 والخطة التنفيذية 2023-2024 بجانب الجمارك الخضراء واستراتيجيات البيانات المعمول بها في المنظمة.